عشان تتعلم انجليزي بجد لازم تروح جيتواي. ليه جيتواي بالذات؟ عشان احنا هنا في جيتواي بنعلم بطريقة مختلفة شوية، ما عندناش كتب ولا اسطوانات، عشان بنؤمن ان عشان تتكلم اي لغة لازم تكون بتتعامل بيها زي ما تعلمنا عربي برضو من غير كتب ولا اسطوانات. عايزك تسأل نفسك سؤال، انت تعلمت عربي ازاي وانت صغير؟ اشمعنى جبتني وانت بتتكلم على عيالي؟ يعني عندنا في جيت واي هي دي نفس الطريقة بتاعتنا عشان نتعلم انجليزي. يعني مثلا بيكون في انشطة او اكتيفيتيز كتير بنعملها جوه الكلاس عشان تتعلم انجليزي. خلينا اديك امثلة. بنعمل حاجة اسمها open discussion، وهو عبارة عن ان انت والجروب بتاعك بتقعدوا في دايرة وتبدأوا تتكلموا في الموضوع بتاع اليوم، وده بيعلمك ازاي تتكلم بطلاقة لانك هتتكلم من غير اي تحضير. تاني حاجة البرزنتيشن، ودي عبارة انك بتحضر عن الموضوع بتاع اليوم وتخرج تعرضه على اللي معاك في الجروب. تالت حاجة الرول بلاي، ودي بقى كأنك فيها بتمثل، وبتفيد بانك بتتدرب على الفويس انتونيشن او طبقة صوتك في نفس الوقت وبتتكلم وبتحضر. رابع حاجة الديبيت، دي بتتعلم فيها ازاي تدافع عن وجهة نظرك بالانجليزي وازاي تقنع اللي قدامك، ودي حاجة بتخليك تعرف ازاي تفكر بالانجليزي لانك لازم تتكلم اسرع عشان تقنع اللي قدامك اسرع. خامس حاجة السيرفي، وده بيخليك تتعامل مع ناس ما تعرفهاش، فبتتعامل مع اشخاص تانية عشان لما تخرج برا المكان اكيد هتتعامل مع ناس انت مش عارفها، فده بيساعد بانه يكسر حاجز الخوف اللي جواك في انك تتعامل مع ناس ما تعرفهاش. سادس حاجة في اكتيفيتي تاني بيحصل جوه الكلاس هتستمتع بيه جدا. في الاكتيفيتي ده بنتدرب فيه ازاي نسمع الاغاني، ومع الممارسة والتدريب بتوصل لمرحلة انك تقدر تفهم الاغاني من غير ما تبص على الليركس، وكل ده من غير ولا حرف عربي، وده بيخليك تتعلم انجليزي اسرع وبابسط طريقة ممكنة. حاجة كمان بتحصل جوه جيتواي وهي السينما ساشن، ودي بتتقدم عن طريق عمر عبد الرحيم، وده بيبقى عبارة عن انه بيعرض جزء من فيلم او اعلان ومن خلاله بيأكد على طريقة نطق الكلام وازاي نقدر نربط الكلام ببعضه عشان تبدأ ان انت تنطقه بشكل صحيح، ويبقى مش بس عندك انجلش بنطق كويس، لا ده يبقى كمان عندك لهجة او اكسنت. تفتكر لو عملت كل ده مش هتتعلم؟ كلمنا عشان تعرف اكتر.